غيرت طائفتك عشان تتجوز، هل دي حاجة صعبة بالنسبة للدين المسيحي ولا الأمور دي عادي في الطوائف الثلاثة تقبلتها الأسرة؟ لا والله هي أنا غيرتها عشان أنا كنت كاثوليك وهي أرثوذكس، وهي اللي هتربي العيال، فطبعا إنها تقبل العيال هي اللي بتاخدهم الكنيسة وي وي وي، فغيرت الطائفة علشان، وبعدين أرثوذكس يعني متشددين شوية يعني ملتزمين، وباباها كان طالب عامل كده فعملت، عشان بحبها طبعا.